قال رحمه الله: وفي الدعوات للبيهقي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يقول: اللهم إني أسألك الصبر. قال: سألت الله البلاء؟ فسل العافية. ومر برجل يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة. فقال: وما تمام النعمة؟ قال سألت وأنا أرجو الخير. قال له: تمام النعمة الفوز من النار ودخول الجنة. قال: سألت الله البلاء؟ سألت الله البلاء فسل العافية. وهذا أيضا يستفاد من فائدة مهمة في طريقة التوجيه، وهي أن المرء عندما ينهى عن شيء فيه خطأ أو فيه مخالفة ينبغي في الوقت نفسه أن يدل على الصواب في هذا الباب. إذا رأيت رجلا على مخالفة معينة ما يكفي أن تقول هذا خطأ، قل له هذا خطأ والصواب كذا، هذا بدعة والسنة كذا، هذا مخالف للحق والحق كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: سألت الله البلاء فسل الله العافية، أرشده إلى الشيء المناسب لأن يدعو الله سبحانه وتعالى به. ومر برجل يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة، تمام النعمة. فقال: وما تمام النعمة؟ قال: وما تمام النعمة؟ قال: سألت وأنا أرجو الخير. سبحان الله، هذه الكلمة كثير ممن عنده أدعية ويكون فيها مخالفات إذا سئل عن ذلك يقول: والله ما أردت إلا الخير، ما قصدت إلا الخير. وتعرفون قصة النفر الذين دخل عليهم ابن مسعود وهم حلقة في المسجد وعليهم رجل قائم وعندهم حصى، فيقول: سبحوا 100، فبصوت واحد يسبحون 100 ويحركون الحصى من مكان إلى مكان حتى يتم 100 حصات. وهذه الطريقة بصوت موحد وبحصى ينقل من مكان إلى مكان لم يكن موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم عبد الله بن مسعود: عدوا سيئاتكم. أن هذا عمل مخالف، ليس من الهدي، ليس، مع أنهم في ذكر وتسبيح وتحميد لكن الطريقة محدثة ليست من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقال لهم: لقد جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد علما، إما أن العمل الذي تعملونه بدعة أو أن عندكم علم أفضل من علم الصحابة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. هذا موضع الشاهد. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. كثير ممن يفعلون أشياء من البدع عندما يسألك: والله ما أردت إلا الخير. فقال رضي الله عنه: وهل كل من أراد الخير أدركه؟ هل كل من أراد الخير أدركه؟ لا، لا يدرك الخير إلا من يقيد نفسه بالسنة ويزم نفسه بزمامها ويتقيد بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.